من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأسانيد المتصلة المطرقة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه إلى كتابه الصحيح، نقرأ في صحيح البخاري، وأيضا بالأسانيد المتصلة المطرقة إلى الحافظ إلى الإمام الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، نقرأ كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري. وكنا نقرأ في الباب الثاني من كتاب بدء الوحي. قال باب، وقلنا إنه إذا ذكر بابا بدون أن يذكر بعده ترجمة أي عنوانا دل ذلك على أنه الغالب أنه تابع للباب السابق أو تابع لأصل الكتاب الذي يتكلم فيه. قال باب: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. آخر ما ذكرنا أن الحارث قال أن الحارث قد يكتب بدون الألف تخفيفا. كتير جدا تلاقي كلمة الحارث مكتوبة ألف لام حاء راء ثاء في كتب الحديث بالذات، فبعضهم نتيجة جهله بهذه القاعدة إنه مش الحرث هو الحارث فيقرأها الحرث، هي خطأ، هو يقرأها الحارث، إنما ده في الرسم فقط لكن تقرأ الحارث. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحتمل أن تكون السيدة عائشة حضرت ذلك؟ وهو المشهور أنها حضرت هذه القصة وكانت موجودة في المجلس ده، والحارث بن هشام بيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وده المشهور وده الأقوى، فيكون من مسندها أي المرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش إيه مش 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 إنه إيه مرسل صحابي. والاحتمال الآخر أن يكون الحارث أخبرها بذلك، الاحتمال الآخر أن يكون الحارث أخبرها بذلك، إن لسيدنا الحارث بن هشام أخبر السيدة عائشة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال لي كذا وكذا وكذا.
وبذلك فيكون انه مرسل صحابي، لان السيده عائشه بتنقله هنا عن ايه؟ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الحارث بن هشام سأل يبقى كانت حاضره، ده المشهور. طب لو كان الحارث بن هشام اخبرها انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي اللي هو ايه؟ ما سمعش بنفسه، ان السيده عائشه ما سمعش بنفسها، انما الحارث بن هشام اخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، إنه حكمه حكم المرفوع، أن مرسل الصحابي حكمه حكم المرفوع. إلا أن الجزء، ما هو لازم ربنا يدينا مدد سبحانه وتعالى، الجزء الأخير في الحديث مرفوع قاطع، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، هي رأت بنفسها بقى، يبقى مش مرسل ولا حاجة. ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. ده من رواية السيدة عائشة على طول مباشرة، مش إيه هذا ليس له حكم الإرسال، وإنما ده إيه؟ ده رؤية سيدنا عائشة نفس السيدة عائشة نفسها. قال: كيف يأتيك الوحي؟ أي صفته، صفة إتيان الوحي، أو صفة حامل الوحي اللي هو سيدنا جبريل، ها، أو صفة حامله أو حامل نفسه، أو سيدنا جبريل هيئته ووصفه، أو ما هو أعم من ذلك. وبكل تقدير فإسناد الإيمان إلى الوحي مجاز. حد بحث عن النسخة الثانية اللي على النت؟ طيب بحث عنها، هنا في كلمة غلط، مدد يا رب. وبكل تقدير فإسناد، مش الإيمان، الإتيان، كيف يأتيك الوحي، فإسناد الإتيان مش الإيمان إلى الوحي مجاز. مدد، لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله، حامل الوحي، ماشي، الإتيان حقيقة من وصف حامل الوحي، كيف يأتيك حامل الوحي، ففي مجاز هنا، لأن فإسناد الإيمان إلى الوحي مجاز، لأن الوحي ما بيأتيش لوحده كده، ده فيه حد بيحمل الوحي اللي هو سيدنا جبريل. لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله، حامل الوحي. فقال في نسخة: قال بلا فاء أحيانا أي أوقاتا، أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة من نسخ البخاري قال بس ما فيهاش فقال، أحيانا أي أوقاتا، ونصبه على الظرفية وعامله يأتي. أحيانا أوقاتا أي أوقاتا، ونصبه على الظرفية، إن ده ظرف، وعامله يأتي، العامل بتاع العامل في الأحيان أي الفعل، العامل هو الفعل، وعامله يأتي اللي هو فعل يأتي، في قوله: يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي صوته. والصوت المشبه بذلك قيل صوت الملك، وقيل صوت حفيف أجنحة الملك. والحكمة في تقدمه أن يقرع سمع النبي الوحي، فلا يبقى فيه متسع لغيره. الله، يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي صوته، صوت الجرس، فالجرس لما يحركه كده فيبقى له صوت، الصوت اسمه صلصلة، خلاص. والصوت المشبه بذلك قيل صوت الملك نفسه، وقيل صوت حفيف أجنحة الملك،
من كثرتها وشدتها وقوتها كصوت الجرس أو صوت الملك نفسه. والحكمة في تقدمه أن يقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. إن الحكمة في تقدمه أن يكون الصوت شديد فيقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيه متسع لغيره، يبقى مش سامع غير الوحي بس، ملتفت إلى الوحي فقط لشدة الوحي خلاص، وهو أشده عليه. ولا ينافي تشبيه صوت الملك هنا لصلصلة الجرس، تشبيه بدوي النحل المروي في أبي داود. لأنه قال أحيانا ساعات بيجي الوحي كدوي النحل خلاص، كما في سنن أبي داود خلاص. ولا ينافي تشبيه صوت الملك هنا بصلصلة الجرس، تشبيهه أي صوت الملك أيضا بدوي النحل المروي في أبي داود، في سنن أبي داود إن شبه الوحي بدوي النحل بلفظ كنا نسمع عنده مثل دوي النحل. هذا رواه الترمذي في التفسير وغيره يعني. لأن ذلك بالنسبة إلى الصحابة لبعدهم، وهذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقربه. عايز يجمع بين الروايتين، جميل، بين رواية دوي النحل وبين رواية صلصلة الجرس. لكن الجمع جاي في كلمة أحيانا أولا، إن الصفات الأحوال مختلفة، أحيانا مثل صلصلة الجرس وأحيانا مثل دوي النحل، لكن الشيخ أراد أن يجمع بين الوصفين في وصف في حالة واحدة. ها، ولا ينافي تشبيه صوت الملك هنا لصلصلة الجرس، تشبيهه بدوي النحل في سنن أبي داود بلفظ كنا نسمع عنده مثل دوي النحل، لما كان ينزل وحي يسمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة زي دوي النحل كده هو خلاص. لأن ذلك بالنسبة إلى الصحابة لبعدهم خلاص، إنهم بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه أو بيته أو حجرته أو في مكانه وهم بعيدين عنه فيسمعوا دوي نحل، الوحي دوي نحل. وهذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقربه، وصلصلة الجرس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لقربه وشدته، فالقرب يبين شدة أكتر، لأن صوت دوي النحل أخف من صلصلة الجرس. ماشي، صلصلة الجرس هو جرس بيعمل له كده كتير. ها، ومثل منصوب نعتا لمصدر محذوف أي إتيانا مثل، أو حال أي مشابها صوته صلصلة الجرس وهو بفتح الراء. طيب، ومثل منصوب نعتا على أنه نعت، صفة لمصدر محذوف أي إتيانا مثل. ماشي، أو حال كونه مثل أي مشابها صوته صلصلة الجرس. طيب، والجرس وهو أي الجرس بفتح الراء الجلجل الذي يعلق في الدواب. أصبح كان عندهم برضو أيضا يجي في رقبة الدابة يعلق جرس عشان ما تتحرك يسمع لها صوت موجود، فهو عندهم هذا الجلجل اللي هو الجرس يعلق في الدواب أي في رقبة الدابة. قيل إنما كان ينزل كذلك فيما هو وعيد أو تهديد، لا يقال صوت الجرس مذموم. طيب، فرعينه، قيل إنما كان ينزل أي كذلك فيما هو وعيد أو تهديد، بيبقى في إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فما يكون في وعيد أو تهديد يبقى الصوت شديد مثل صلصلة الجرس، عشان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو أشده علي خلاص، يعني شديد قوي علي، فيكون في مواعيد. قيل إنما ينزل كذلك فيما هو وعيد أو تهديد. وبعدين فرع آخر، لا يقال صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه،
قالوا كيف ينزل مثل صلصلة الجرس وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرس، لأن ده خاص بشعار لليهود في إعلامهم بشرائعهم وعباداتهم. ولأن الملائكة تنفر عنه من صوت الجرس، فكيف يشبه به ما يفعله، فكيف يشبه به ما يفعله الملك به؟ لأن نقول لا يلزم من تشبيه الشيء بآخر تساويهما في الصفات كلها، بل اشتراكهما في صفة ما. والمقصود به هنا بيان الجنس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم. الله الله الله. لا يقال صوت الجرس مذموم، يقولوا كيف ينزل الملك بصوت الجرس والملائكة بتنفر من صوت الجرس، وأن صوت الجرس مذموم في الشرع الشريف. لا يقال صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه، ولأن الملائكة تنفر عنه، بتنفر من صوت الجرس، فكيف يشبه به أي الوحي وصوت الملك ما يفعله الملك به، فكيف يشبه به صلى الله عليه وسلم، كيف يشبه صلى الله عليه وسلم به ما يفعله الملك به من الوحي؟ لأن أي رد الاعتراض بتاع لا يقال، نقول لا يلزم من تشبيه الشيء بآخر تساويهما في الصفات كلها، خلاص اللي هي مسألة الإيه، المثال والشبيه والنظير. المثال يبقى مماثل له من جميع الأوصاف، خلاص مشترك معه في جميع الجهات والأوصاف. والشبيه يعني يشبه من بعض الجهات وبعضها لا، يبقى مش مشترك معه في جميع الأوصاف، في بعض الجهات بس. طب والنظير يبقى مشترك معه في جهة واحدة. ده الفرق بين ايه، مثال وشبيه ونظير. لأننا نقول لا يلزم من تشبيه الشيء بآخر تساويهما في الصفات كلها، بل اشتراكهما في صفة ما ولو صفة واحدة. والمقصود به هنا بيان الجنس. نعم. ايه؟ ما معنى لصحة النهي عنه؟ ان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوت الجرس. في نهي شرعي انه مكروه او حرام. ما واحد ياخد الجرس كده ويقعد يرن بيه. ها؟ على البشر؟ على البشر ايوه، على المكلفين شرعا في نهي. بل اشتراكهما في صفة ما، والمقصود به هنا بيان الجنس. ها؟ جنس الصوت، بيان جنس الصوت. جنس الصوت الذي يكون أقرب إليه. فذكر أي سيدنا صلى الله عليه وسلم ما ألف السامعون سماعه تقريبا. ها هو عندي بيكون زي الجرس، فوصفه مثل الجرس ببيان الجنس فقط. فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لإفهامهم. رايح المسائل؟ طيب. والحاصل أن للصوت جهتين، جهة قوة وجهة طنين. فمن حيث القوة وقع التشبيه به أي بالجرس، ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. الله الله الله. أي حتى الجرس نفسه له قوة وله طنين. شوف شوف كيفية جمع الشيخ بالإحاطة، شيخ الإسلام، بين النصوص. النص الثاني بيقول لك إيه؟ مثل طنين النحل، خلاص. الحديث أبي داود أن للصوت جهتين، جهة قوة وجهة طنين. فمن حيث القوة وقع التشبيه به، خلاص، ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه. أن طنين الجرس منفر عنه، لكن طنين النحل مش منفر عنه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصوت
صدره كالمرجل، طنين كطنين المرجل أو كطنين النحل، هو بيقرأ القرآن كطنين النحل ماشي. فهو من حيث جهة القوة طيب للصوت جهتين، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطنين بالنسبة للجرس وقع التنفير عنه. وهو أي الوحي بصفته المذكورة أشده، وهو أشده علي، الرواية في البخاري وهو أشده، هنا في الشيخ وهو أشد علي بدون الهاء التاء المربوطة، الهاء وهو أشد علي بدون الهاء المربوطة، أي أشد إتيانه علي، أقوى ما يكون الوحي لما بيجي على صفة إيه طنين إيه الجرس، ها أشد إتيانه علي. فائدة هذه الشدة المستلزمة للمشقة وما يترتب عليها من زيادة الزلفة ورفع الدرجات، والجملة حال، وهو أشده علي. هذه جملة اعتراضية لوصف الحال، خلاص الجملة حال من الإتيان، من إتيان الإيه الـ 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 الوحي. وهو أشد علي أي أشد إتيانه علي. فإذا هذه الشدة المستلزمة للمشقة ما يترتب عليها من زيادة الزلفة أي زيادة القرب، القربة والدرجة والثواب عند الله تعالى ماشي. كل شيء يألم الإنسان به يكون فيه قربة وزلفة وثواب عند الله تعالى. ورفع الدرجات أي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة إليها وهو أشده علي حال أي حال كونه. الله الله الله. فيفصم بفتح الياء أي الوحي أو الملك من الفصم، وهو القطع بلا إبانة، بخلاف القسم بالقاف فإنه قطع بإبانة. وذكر هنا الفاصم إشارة إلى أن الوحي أو الملك يعود، فكأنه قال لا انفصال له، ويروى بضم الياء بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. فيفصم وفيفصم طيب، والمراد قطع الشدة أي ينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة. طيب فيفصم بفتح الياء، فيفصم بفتح الياء أي فيفصم الوحي، يفصم بفتح الياء أي الوحي أو الملك من الفصم، وهو القطع بلا إبان. معنى الفصم أن يقطع الشيء من غير ما يبينه، زي ما يجي راجل بيذبح ذبيحة فبيضرب العظمة بدون أن تنفصل اللحم بعضها عن بعض فتفضل معلقة، فده معنى الفصم. لكن القسم إن أنا بضرب وبفصل أبين، واضح؟ ضربها وفصل الجزئين بعاد عن بعض. فالفصم أن يفضل متصل، الفصم وهو القطع بلا إبانة ماشي. طيب بخلاف القسم ها بالقاف فإنه قطع بإبانة، خلى ده جزء لوحده وده جزء لوحده. وذكر هنا بالفاء إشارة إلى أن الوحي معنى إشاري أو الملك يعود، فكأنه قال لا انفصال له أي لا انقطاع له أي لا قسم له. ده بيرجع تاني الوحي، دليل على اتصاله أي لم ينقطع، بمعنى القسم أنه بقى صار جزئين منفصلين. ويروى بضم الياء فيفصم، خلاص بالبناء للفاعل وبالبناء المفعول، فيفصم بناء فاعل فيفصم بناء مفعول. والمراد قطع الشدة أي لما بينفصم الملك ينفصم وينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الشدة. والمراد فيفصم عني ها
قطع الشدة أن ينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة بسبب إيه؟ الوحي. فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وقد وعيت ما قال. وعيت بفتح العين أي فهمت أو حفظت أو جمعت، وأصله الوعاء، ومنه أذن واعية، فاسم الفاعل منه واع. ويقال في المال والمتاع أوعيت، فاسم الفاعل منه موع. فيفصل عني وقد وعيت ما قال. وعيت بفتح العين أي فهمت أو حفظت أو جمعت ما قاله الملك، وأصله من وعيت من الوعاء، ومنه أذن واعية، خلاص، أي حافظة أو جامعة أو فاهمة. فاسم الفاعل منه واع، وعيت اسم الفاعل منه واع. ويقال في المال والمتاع أوعيت، ها، أي جمعت أيضا وحفظت. فاسم الفاعل منه أوعيت موع. الله. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. يتمثل أي يتصور لي، أي لأجلي. يتصور أي يتمثل أي يتصور لي، أي لأجلي. يتمثل لي الملك رجلا أي لأجلي، من أجلي أنا. الملك أي جبريل، رجلا بالنصب على التمييز من النسبة، أي أو على المصدرية، أي مثل رجل كدحية، أو على حلية أي كهيئة رجل. ولا يرد على الأول أن تمييز النسبة لابد أن يكون محولا عن الفاعل أو عن المفعول، وذلك غير متأت هنا، لأن ذلك أكثري لا كلي، بدليل امتلاء الإناء ماء. طيب. رجلا بالنصب الملك أوان سيدنا جبريل، ورجلا بالنصب على التمييز من النسبة أو على المصدرية، أي مثل رجل. مثل إيه؟ دحية بن خليفة الكلبي، كان جميل وفي شبه من سيدنا عيسى عليه السلام، وكان يأتي سيدنا جبريل في بعض الأحيان على صورة دحية بن خليفة. طيب. يبقى رجلا بالنصب على التمييز من النسبة أو على المصدرية، أي مثل رجل كدحية، أو على الحالية أي هيئة رجل، حال هيئة كونه رجل. ولا يرد على الأول اللي هو التمييز من النسبة أن تمييز النسبة لابد أن يكون محولا من فاعل أو محولا عن فاعل أو عن مفعول، وذلك غير متأت هنا. هنا في اللغة بيقولك تمييز النسبة ده لابد أن يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول، وذلك غير متأت هنا في كلمة رجل، خلاص، لأن ذلك أكثري. إن القاعدة بتاعة تمييز النسبة لابد أن يكون محولا من فاعل أو عن فاعل أو عن مفعول، دي قاعدة أغلبية وليست مضطردة، وذلك غير متأت هنا، ماشي، لأن ذلك أكثري لا كلي، مش كل تمييز النسبة بيكون محول عن فاعل أو عن مفعول. بدليل امتلأ الإناء ماء، أو تمييز النسبة هنا أتى بالنسبة من غير أن يكون هناك محول عن فاعل أو مفعول، لأن الماء لا فاعل ولا مفعول. والملك واحد الملائكة، والملائك بحذف التاء، واحد الملائكة والملائك بحذف التاء، ماشي، تقول ملائك أو ملائكة. ولا ينافيه قول الزمخشري إن الملائك جمع ملاك ملأك. ولا ينافيه قول الزمخشري
إن الملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، خلاص الزمخشريق الملائك بدون هاء جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، لأن مراده بالأصل. الأصل الثاني وهو تأخير الهمز عن اللام، ملأك أو ملاك يعني. والأول بنى على الأول وهو تقديمه عليها، تأخير الهمز عن اللام، تأخير الهمز عن اللام. ماشي. والأول بنى على الأول وهو تقديمه عليها، يبقى ايه؟ ملأك كشمائل، ها، جمع شمأل، يبقى ملائك جمع ملأك. ماشي. لأن مراده بالأصل الأصل الثاني وهو ايه؟ وهو تأخير الهمز عن اللام، ان يجي اللام وبعدين الهمزة. ماشي. ملائك. ماشي. والأول بنى على الأول وهو تقديمه، تقديم الهمز عليها، أي تقديم الهمزة على اللام. مألك. والأصل ملك، وأصل ملك مألك، خلاص، اللي هي الصورة الثانية، خلاص، بنى على الأول وهو تقديمه علي، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الثاني وهو تأخير الهمز عن الإيه؟ اللام، يبقى ايه؟ ملأك. ماشي. الهمزه بعد اللام، تأخير الهمزه عن اللام، يعني مل وبعدين الهمزه، اللام الهمزه بعد الايه؟ بعد اللام. ملأك، خلاص، ملائكه، وهو تأخير الهمزه عن اللام. والاول، ها، بنى على الاول وهو تقديمه عليها، مألك، خلاص، مألك، خلاص. واصل ملك مألك، خلاص، حذفت همزته لكثرة الاستعمال. كلمة ملك دي أصلها مألك بتقديم الهمزة على اللام، ها، وحذفت اللام لكثرة الهمزة لكثرة الاستعمال. رايح؟ واضح كلام بتاع اللغة ده؟ ماشي. وتمثله رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه بما يعهد من البشر والملائكة، بما يعهد من البشر والملائكة، كما قال المتكلمون: أجسام علوية لطيفة تتشكل بأي شكل شاءت. طيب. وتمثله، أي سيدنا جبريل، رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، إن ذاته كما هي ذات ملك، لكن هو أتى في صورة، فالذات بتاعته لم تتغير، ما فيش تغير لذات الملك كما هي، ها، ولكن هو أتى في صورة وذاته كما هي، خلاص، الذات لم تتغير وإنما أتى في صورة، ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بخلاف الجن، إن ذاته بتنقلب إلى الصورة التي تصور بها فتحكمه الصورة دي في الجن، لكن الملك ذاته كما هي ملائكية،
فلا تحبسه الصورة كما سنقول، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة ظهر بتلك الصورة ولم تتغير ذاته، تأنيسا لمن يخاطبه حتى يأنسه من يخاطبه بما يعهد من البشر والملائكة. كما قال نعم لو جن انقلب إلى ذات الوجود هو إنسان انقلب إلى إنسان. ثانيا ما نقول التعاريف الأول بتاعت الجن والملك وهنقول كما قال المتكلمون المتكلمون عرفوا الملك، لكن في تعريف أدق، أجسام علوية لطيفة تتشكل بأي شكل شاءت. هذا التعريف، هناك تعريف أدق وهي أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الطيبة فقط ولا تحبسهم الصورة، ده الملك، أشكال نورانية مش نارية عشان نخرج الجن، تتشكل بالأشكال الطيبة فقط، فلا تتشكل الجن الملائكة بالأشكال القبيحة، خلاص، ولا تحبسه الصورة، إن الصورة اللي جاء عليها ما تحبسوش. وذلك جماع الشريعة في صياغة التعريفات، اللي بيصيغ التعريفات ده بيكون جامع للشريعة مجتهد، فأخذ من نصوص الشريعة كلها هذا التعريف، إن الملائكة مخلوقة من نور، خلاص، أجسام نورانية تتشكل بالأشكال الطيبة فقط ولا تتشكل بالأشكال الخبيثة. ما سمعنا إن ملك أتى في صورة كلب أو في صورة عذرة والعياذ بالله تعالى، ها، روث، لا، يتشكل حتى بيأتي على أشكال جميلة كمان، صورة دحية بن خلفية الكلب الذي هو فيه شبه من سيدنا عيسى عليه السلام، مش صورة راجل متجهم، لا، ده صورة جميلة، خلاص. ولا تحبسه الصورة، إن لو تصور في صورة الصورة لا تحبسه ولا تقيده، كما في حديث سيدنا موسى عليه السلام، ها، أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فسيدنا موسى فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، أتيت لأقبض روحك، في البخاري معنى الحديث يعني إذا لم يكن لفظه، فلطم سيدنا موسى ملك الموت ففقعت عين ملك الموت، هو جاء له على صورة بني آدم، خلاص، جاء ملك الموت لسيدنا عيسى على صورة آدمي، فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت أتيت لأقبض روحك، فضربه فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله تعالى وقال لقد أرسلتني إلى عبد لا إنه لا يريد الموت يأبى الموت، فقال له المولى عز وجل اذهب إليه وقل له أن يدع يده على متن ثور، ظهر ثور، طور الحيوان، وبكل شعرة سنة، كل شعرة تحت إيده يعيش سنة، ها، فذهب إليه ملك الموت مرة أخرى، ها، وعينه سليمة على صورة آدمي وعينه سليمة، إذن لم تحبسه الصورة، خلاص. فقال له وبعد ذلك بعد ما قال له إن الله تعالى يقول لك أن تضع يدك على متن ثور وبكل شعرة تحت إيدك سنة تعيش، يعني مثلا مليون سنة. فقال سيدنا موسى ثم ماذا بعد؟ ثم بعد ذلك قال الموت، قال فإذا الآن أو فالآن إذا، دي رواية البخاري، ماشي، انقبض روحه في الوقت ده. ويستدل بهذا الحديث استدلالات واسعة جدا على أن الأقدار منها ما هو منجز ومنها ما هو معلق، أو قدر محتم مقطوع لا يتغير، وقدر معلق يتغير في أقدار الله تعالى. إن ملك الموت لما نزل أول موت أول مرة كان المفروض يقبض روحه في اللحظة دي، فلما ضربه اتأجلت، يبقى إيه أهو اتأجل، يبقى ده قضاء معلق وأجل، وبعدين طلع المولى عز وجل ذهب إلى الله تعالى ثم رجع إليه، وبرضه ما زال التخيير، هيقبض روحه دلوقتي ولا بعد عدد الشعرات بمليون سنة، ما زال لسه ما أجل معلق. أما قال إذن فالآن، قبض روحه في اللحظة دي فنجز القضاء، ماشي، يبقى القضاء محتم أو منجز وقضاء معلق. فأعيا أتى بالفعل هنا مضارعا، أي فأعيا ما يقول، ها، فيكلمني فأعيا ما يقول، يكلمه الملك اللي هو على صورة رجل، ها، فيعيا ما يقول.
أتى بالفعل هنا مضارعا وفيما مر ماضيا، لأن الوعي فيما مر حصل قبل الفصم ولا يتصور بعده، وهنا حال المكالمة لا يتصور قبلها أو أنه فيما مر عند غلبة التلبس بالصفات الملكية، فلما عاد للحال المعهودة أخبر عن الماضي. وأما هنا فهو على حالته، وحاصل جوابه صلى الله عليه وسلم كيفيتان، أحداهما وهي أشده عليه أن يأتيه الملك في صورته لاشتمالها على ما يخالف طبع البشر، فيحصل له من الشدة والمشقة وغشيان الكرب لثقة لما يلقى إليه أمر عظيم. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثانيهما وهي أيسر من الأولى أن يأتيه الملك في صورة بشر يأنس به ويكلمه على المعتاد. ووجه الاقتصار عليهما أن سنة الله تعالى لما جرت أنه لابد من مناسبة بين القائل والسامع حتى يقع التعليم والتعلم، فتلك المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية عليه وهو النوع الأول، أو باتصاف القائل بوصف السامع وهو النوع الثاني. فأعيا، فأتى بالفعل هنا مضارعا، ها هناك قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، فيفصم عني في المتن الحديث وقد وعيت ما قال بالماضي، وهنا في الرجل ها فأعيا، أما يأتي على صورة رجل فأعيا أتى بفعل هنا مضارعا وفيما مر ماضيا، لأن الوعي فيما مر حصل قبل الفصم، فيفصم عني أي ينفصل عني الملك ها وقد وعيت ما قال قبل انفصامه، خلاص بمعنى حفظت وأدركت ها وما إلى ذلك. لأن الوعي فيما مر فيفصم عني وقد وعيت ما قال، أهو بصفة الماضي، حصل قبل الفصم أبي قبل انفصال الملك ولا يتصور بعده. وهنا حال المكالمة وهو بيكلمك رجل ها بيعيا وهو بيكلمه، لا يتصور قبلها بل يتصور إيه أنه إيه أثناءها أو معها، فعايز المضارع فأعيا ما يقول. أو أنه فيما مر عند غلبة التلبس بالصفات الملكية، أو أنه فيما مر عند غلبة التلبس بالصفات الملكية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده غلبة التلبس بالصفات الملكية، خلاص لموافقة الملك سيدنا جبريل. فلما عاد للحال المعهودة أخبر عن الماضي أنه متلبس بالصفات الملكية، ها ثم رجع إلى الحال المعهودة البشرية، فكانت الوعي في الماضي أثناء التلبس بالصفات الملكية رايح. طيب وأما هنا أي في حالة الرجل فهو على حالته صلى الله عليه وسلم، ما انتقلش الحالة ملكية، إنما هو فيما زال في بشريته، ها لأنه يكلمه الوحي على صورة بشر. وحاصل جوابه صلى الله عليه وسلم كيفيتان، رايح اللي ماشي اللي فات ده واعيين يعني. طيب وحاصل جوابه صلى الله عليه وسلم كيفيتان في تلقي الوحي، احداهما وهي اشده عليه ان ياتيه الملك في صورته الملكيه، في صوره ملك لاشتمالها على ما يخالف طبع البشر، وهي تبقى شديده لان هذا مخالفه لطبع البشر، فيحصل له من الشده والمشقه وغشيان الكرب لثقل ما يلقى إليه أمر عظيم. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل.
وثانيهما إلى الحالة الثانية وهي أيسر من الأولى، أن يأتيه الملك في صورة بشر يأنس به ويكلمه على المعتاد من كلام البشر. ووجه الاقتصار عليهما، وجه الاقتصار على الصورتين، أن سنة الله تعالى لما جرت أنه لابد من مناسبة بين القائل والسامع، لازم يكون في تناسب بين القائل والسامع، بين المتكلم والسامع، حتى يقع التعليم والتعلم. فتلك المناسبة إما أن يتصف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية عليه، وهي الصورة الأولى في الملك، فيتصف السامع صلى الله عليه وسلم بوصف القائل بغلبة الروحانية والصفات الملائكية عليه، وهو النوع الأول، خلاص، أو باتصاف القائل وهو الملك بوصف السامع أي بصفة البشرية، وهو النوع الثاني. كلام جميل ورائق. والكلام في الوحي عن جبريل في اليقظة، وإلا فمنه الرؤيا. يبقى هذا الكلام في الوحي في اليقظة صورتين، إما الوحي يتمثل بصورة رجل أو يأتي الملك على صورته. وإلا ده في اليقظة، وإلا فمنه أي في غير اليقظة، فمنه الرؤيا الصادقة وسماع الكلام القديم كسماع موسى وسماع نبينا عليهما السلام كلامه تعالى، ووحي تلق بالقلب. والكلام في الوحي من جبريل في اليقظة، وإلا أي في غير اليقظة يكون الوحي، فمنه الوحي الرؤيا الصادق يراها النبي في النوم، يبقى وحي. وسماع الكلام القديم ده وحي، كسماع موسى لكلام الله تعالى، وكلم الله موسى تكليما فسمع موسى الكلام القديم، ده وحي أيضا. وسماع كسماع موسى وسماع نبينا عليهما السلام في حضرة في سدرة المنتهى، خلاص، كلامه تعالى منه سبحانه تعالى. والوحي الرابع ووحي تلق بالقلب، اللي هو الإلقاء في الروع، أن يلقى في روعه أي يتلقاه بقلبه، ده نوع آخر من الوحي رابع، ليس عن طريق الملك. والوحي من إسرافيل أول البعثة 3 سنين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ثم وحي جبريل، إن أول ما نزل سيدنا جبريل الأول بإقرأ، ثم بعد ذلك توالى الوحي 3 سنين أول البعثة ولم يأتي سيدنا جبريل، كان الوحي من سيدنا إسرافيل أول البعثة 3 سنين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. التمهيد والاستيعاب وتاريخ الطبري وطبقات الكبرى. ثم وحي جبريل، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وفي صورة دحية وفي صورته التي خلق عليها، خلاص، مرتين، وفي صورته التي خلق عليها أي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين، لأن الصورة التي خلق عليها تملأ ما بين السماء والأرض، ما بين الخافقين، وفي صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، اللي هي حديث سيدنا عمر بن الخطاب، الإيمان والإسلام والإحسان، فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، خلاص، حديث بقى الإيمان والإسلام والإحسان. فدي صورة أنه أتى على صورة رجل لا يعرف الصحابة، مش لازم، لكن برضو صورة جميلة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منه، جميلة برضو، يعني راجل جاي من بره كده ومعلوش أثر سفر، شعره منسق أسود معلوش غبار، بيده ثيابه بيضاء، يعني بيأتي على صفة كمال،
زي ما احنا قلنا القاعدة بتاع تعريف الايه الملك. قالت عائشة ايوة بالاسناد السابق. فحذف حرف العطف فحذف حرف العطف فيكون مقولها مسندا. الشيخ علامة رهيب، شوف بكلمة كلمة ازاي والمعاني المتفتحة. شيخ اسلام، المعنى اللي انا قلت لكم قلت يمكن يفوت على الشيخ، فانا ذكرت اولا ان العبارة بتاعه وقد رأيته دي مسندة، ليست تحتمل الارسال وتكون مرسل صحاب، ده هي بتقول رأيته بعينها بعينها رضي الله تعالى عنها الشريف. قالت عائشة ايوة بالاسناد السابق. فحذف حرف العطف فيكون مقولها مسندا، ويحتمل ان يكون من تعاليق البخاري، وتكون النكتة فيه اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث على ما مر، وفي الثاني عما شاهدته تأييدا للخبر الأول. الاحتمالات. قالت عائشة أيوة بالإسناد السابق. فحذف حرف العطف فحذف حرف العطف، إنما دل بالإسناد السابق مش محتاج إن أنا وقالت عائشة، لأن وقالت عائشة يبقى احتمال لما البخاري يقول وقالت عائشة كأنه هذا حديث آخر بإسناد محذوف، فقال ما ذكرش حرف العطف هنا، ده ليدل على أنه إيه أنه بالإسناد السابق، بنفس الإسناد السابق، لأن لو قال وقالت عائشة يحتمل ذلك أن يكون معلقا من معلقات البخاري، حذف الإسناد كله، والمعلق يحذف الإسناد كله إلى السيدة عائشة. قال وبالإسناد السابق قالت عائشة، ما فيش واو، أي وبالإسناد السابق فحذف حرف العطف اللي هي الواو فيكون مقولها ما قالت مسنادا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يكون من تعاليق البخاري، احتمال، لكن هو ما قالش قالت وقالت، يبقى الأصح أنه تكون إيه من قولها ضمن الإسناد السابق، أيوة الإسناد السابق. وتكون النكتة فيه اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة، لو كان بقى أنه محتمل التعليق للبخاري تكون النكتة فيه اختلاف التحمل، خلاص إن المرة الأولى تحمل عن الحارث بن هشام والمرة الثانية عن نفسها، خلاص وتكون النكتة فيه اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، عما سأل عنه الحارث بن هشام ما مر على ما مر، وفي الثاني عما شاهدته تأييدا للخبر الأول، تأييدا للخبر الأول. قال ولقد رأيت، لو في حاجة مش واضحة يا أولاد قولوا لي أكررها، ففي التكرار ها الاستيعاب هيكون أكتر، وهتتغير عبارتي في الشرع في الشرح وانا بشرح، خلاص. ولقد الواو للقسم، اي والله لقد، لازم نرجع للمتن، المتن هنا مفصل شوي. ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، هنا ينزل بالبناء للفاعل، ويروى ينزل بالبناء للمفعول، ها عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. الشديد صفة جرت على غير ما هي عليه له، على ما هي له، لأنه صفة البرد لا اليوم، نعم في اليوم الشديد البرد. الشديد صفة جرت على غير ما هي له، يعني اليوم الشديد، لا الوصف اليوم الشديد دي حاجة تاني، ده تقصد وصف البرد بأنه شديد مش اليوم. الشديد صفة جرت على غير ما هي له، يوم شديد، فشديد صفة لليوم، هنا المقصود ان هي الشديد هنا مش صفة لليوم، دي صفة للبرد الذي أتى بعده، خلاص. فهي صفة، فالإضافة الشديد صفة جرت على غير ما هي له، مش وصف لليوم، لأنه صفة البرد لا اليوم، فالإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف، خلاص.
إضافة الصفة للموصوف، يبقى إضافة البرد ها إلى الشديد، واضح؟ فالإضافة فيه من إضافة الصفة الموصوف، فيفصم بفتح الياء وضمها، يفصم أو يفصم أو يفصم ها وضمها نظير ما مر، فيفصم عني أو فيفصم عني، وإن فيفصم عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم هو طرف الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة. الله الله الله، يعني الشيخ رضي الله عنه وارضاه، الجبين ده الجبهة، الجبين اللي هم دول طرفي الجبهة، الجبهة طرفي الجبهة هم الجبين، وإن جبينه وهو طرف الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، أدي الجبهة وأدي الجبينان، لا يتفصد بالفاء والصاد المهملة المشددة، أي يسيل كما يسيل دم الفصد. الله الله الله، إن المية ساعات العرق بينزل من هنا، من الجزء ده، ماشي، من الجزء بتاع الجبين ده. وإن جبينه وهو طرف الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، لا يتفصد بالفاء والصاد المهملة المشددة، أي يسيل كما يسيل دم الفصد، ها، وهو قطع العرق لإسالته، وفي التعبير بيتفصد مبالغة في كثرة العلق، العرق، خلاص؟ لا يتفصد بالفاء والصاد المهملة المشددة، يتفصد أي يسيل كما يسيل دم الفصد، الفصد ده نوع زي الحجامة كده، يقطع جزء من وريد أو عرق ينزل منه الدم الفاسد، وبعد كده إيه يتركه حتى يلتئم، فاسمه الفصد والحجامة، ها، كما يسيل دم الفصد وهو قطع العرق لإسالته، إسالة الدم الموجود في العرق ده. وفي التعبير بيتفصد مبالغة في كثرة العرق، ماشي، عرقا وهو الرطوبة التي ترشح من مسام البدن، كل حاجة لها تعريف، ونصبه ونصبه بالتمييز، نصب على التمييز، يعني يبقى العرق هو الرطوبة التي ترشح من مسام البدن كله، ونصبه بالتمييز، أو نصبه بالتمييز، إن هو ده تمييز، وصف الإيه الفصد بتاع العرق. والمراد شدة الكرب من ثقل الوحي كما مر، ولهذا أكدت عائشة ذلك بقولها في اليوم الشديد البرد. ولهذا أكدت عائشة ذلك بقولها في اليوم الشديد البرد. ونكون هنا قد انتهينا بالحديث الثاني والباب الثاني، ونقرأ الباب الثالث بالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري. قال باب، يبقى كأنه كرر كلمة باب لأنه رجع لأصل الكتاب التي هي إيه بدء الوحي، خلاص، فلم يذكر له ترجمة لذلك، إنه يتكلم عن إيه بدء الوحي برضو. باب، وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ،
فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، سورة العلق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مرأة. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى والرجز فاهجر سورة المدثر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره أي يرجف فؤاده ترجف بوادره. إيه بقى دي متابعة كاملة إيه؟ ما عدا في كلمة واحدة، عشان كده دي متابعة بمعنى إيه؟ نفس لفظ الحديث إلا كلمة واحدة، يرجف فؤاده قال ترجف بوادره، والبوادر اللي هي الجزء ده يعني. ماشي، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. قال لو انقلبت الجين ذات الرجل اللي هو الانسان ذات الجين، ده مش متصور.
في الجن في الملك لا، الجن متصور لان قلنا ان كان ذاته قد انقلبت فتتاثر بما انقلبت اليه من صفر، او نقول ان ذاته لم تتغير لانه في التعريف ايه وتحبسه الصوره مش تحبسه الذات، الصوره هتحبسه. شوف التعريفات الدقيقه. الجن تعريفه ايه؟ جوهر ناري يتشكل بالاشكال الطيبه والخبيثه وتحبسه الصوره، صورته تحبسه. فعند ذلك الجن لا تتغير ذاته خلاص، انما تغيرات الذات دي كده كالمسخ، ان يمسخه من الله قرده وخنازير، فتتغير ذات الانسان الى قرد او الى خنزير، ده مسخ. اما هنا ده صوره بس خلاص، وذاته كما هي، والله تعالى اعلم. ماشي، حاجه ثانيه ولا نعم؟ ايه احيانا واحيانا للتعدد والتقلب. ها الوقت احيانا ياتيني في مثل صلصلة الجرس في صورة ملك، في الملك بقى، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا اهو. وحي ايه؟ لا مش شرط، لا يقتصر الملك على الاتيان بالوعيد فقط، وان هذه احيان واحيان معنى ايه؟ قد ياتي ليس على صورة الجرس. ها، ولذلك قالوا هناك انه كان بيسمعوا دوين للنحل، ها وهكذا. فمن الشرط ان كل ما ياتي جبريل ياتي بوعيد وياتي على صورة الجرس، لا، ياتي ايضا بمبشرات وعد خلاص، ولا يتقيد ذلك، انما ده احيانا معنى اختلاف الاحوال خلاص. قد ياتي جبريل بايات وعد وبشارات، ها، وقد ياتي بوعد وبشارات على صورة الجرس برضه باعتبار كيفيه الوعد خلاص، وقد يكون اخف في بعض الاحيان، والله تعالى اعلم.